ادخلي يا عفاف. بلغتي كل المديرين؟ زي ما حضرتك جيتي امبارح علشان تتأكدي من ظروفي بنفسك، وده شيء ضايقني جدا، فأنا قررت أعمل زيك وأتأكد بنفسي، أتأكد من أحقيتك بالمكان ده وشطارتك. وعشان أعمل كده لازم أسحب استقالتي. أنا مش محتاجة أثبت لك أي حاجة، أنت هتشوف بنفسك يا باشمهندس. يلا بينا على الاجتماع. طبعا كلكم بتسألوا مين الست دي وبتعمل ايه هنا، رغم ان الشركة دي فيها من الكفاءات والخبرات اللي من السهل اختيار واحد منهم لرئاسة مجلس الإدارة. الموضوع ببساطة ان انا عندي خبرة اكبر في إدارة الشركات، ده غير عملي في مجال الهندسة. انا الحمد لله مفيش شركة قطاع خاص كنت مسؤول عنها الا ما حققت طفرة عظيمة في الانضباط الإداري والأرباح، ده لاني لا اقبل بالخطأ ولا إهدار الفرص. إحنا في شركة ليها تاريخ عظيم من الستينات، أنا الأوان إن إحنا ننفض التراب من عليها وكل واحد يعمل دوره على أكمل وجه ويكمل دور غيره، ودي حاجات أنا هشرحها بالتفاصيل بعدين. طبعاً الشركة دي بتحقق أرباح سنوية رغم أدائها الضعيف وقلة المشاريع اللي بتنفذها، حد يعرف السبب؟ اتضح إن نسبة الأرباح دي بتيجي من بيع الأراضي في المزادات، ده بدل ما نطور ونستثمر ونجيب شركة ونحافظ على الأصول بتاعت الشركة بنستسهل ونبيع. ناس كتير مش هيعجبهم كلامي ده لأن البيع أسهل من التطوير، بس الناس دي بتبص تحت رجليها، وأنا بصراحة ما يشرفنيش إن أنا أشتغل معاهم. ومع احترامي كامل للإدارات السابقة اللي أهملت في الاستفادة من الأراضي المميزة دي، أنا مش هقبل إن المهزلة دي تتكرر تاني. فاللي مش شايف نفسه في المنظومة دي ممكن يتفضل ويقدم استقالته، لأني لا حسمي على مهمل ولا فاشل. فين يا باشمهندس؟ في الطريق. طب لما توصل للنادي كلمني لو سمحت. انا بفكر جديا اقدم استقالتي، انا بقيت بشتغل طول النهار والليل وبعدين ما باخدش اوفر تايم. خلصت حاجه زي كده؟ طب لما توصل للنادي كلمني. شكرا. سلام. عاملين ايه يا بنات؟ الحمد لله. انتي كويسه؟ اه الحمد لله كويس. حلوة كده وصغرانة. انتي اللي عينيكي حلوة. تحرجيهاش بقى يا دينا، نادية بتداري العين. احراج ايه وعين ايه؟ هو في ايه؟ يعني مفيش حاجة كده في السكة؟ ايه اللي جاية في السكة؟ يعني مثلا خطوبة، فرح، لولولوي، عريس. لا بصراحة أروى ما بتفكرش في الكلام ده خالص دلوقتي، دماغها في الشغل وبس. ومامة أروى؟ أنا؟ انتوا اكيد بتهرجوا، لو اللي في دماغي صح بجد هزعل منكم. وتزعلي ليه؟ احنا بننكشك بس، وعلى فكره الراجل شكله لطيف جدا. لطيف ايه وبتاع ايه؟ ده موظف عندي في الشركه، ابنه بيتمرن هنا في النادي، بيجي عشان نخلص الشغل اللي متلتل على دماغنا. طيب انت صوت ايه ناديه؟ مالك مكبره الموضوع كده ليه؟ عشان الفضل اللي انتوا فيه. جواز ايه وزفت ايه؟
أي يا باشمهندس. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.